هاي يا بنات، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة هعمل لكم فيه ريفيو عن منتجات جربتها في الفترة الأخيرة، فلو مهتمين كملوا الفيديو للآخر. أول منتج يا بنات هكلمكم عنه هو جل الصبار ده من أفريكانا. دي أول مرة جربه، اشتريته تقريبا ب80 أو 85 بالكتير، وحجمه 125 ملي. المفروض ان ده جل صبار وكمان معايا زيت شجرة الشاي، فاستخدمته في الفترة الأخيرة. النتيجة بتاعته معايا كانت كويسة مش وحشة، بس هو بينشف البشرة شوية. يعني أول ما تحطيه على بشرتك هتحسي إن بشرتك بقت جافة شوية، فهو هيبقى مناسب للبشرة الدهنية. فلو انتي بشرتك مختلطة مايلة للجفاف أو جافة، فهو مش هيبقى مناسب معاكي. فهو النتيجة بتاعته كويسة، ساعد شوية في علاج الحبوب. لو انتي عاملة روتين كامل لعلاج الحبوب واستخدمتيه، فهو النتيجة بتاعته هتبقى فعالة، فالنتيجة بتاعته كويسة معايا. بس لما يخلص من عندي بصراحة مش هرجع اكرره تاني، وهرجع استخدم جل الصبار من نفرتاري اللي كلمتكم عنه كتير جدا، لان هو حجمه اكبر وسعره ارخص والنتيجة بتاعته حلوة قوي. مش بينشف البشرة، ده ممكن يكون علشان فيه زيت شجرة الشاي فهو بينشف البشرة شوية، بس جل الصبار لوحده بيبقى حلو جدا وبيرطب البشرة، برضو بيساعد في علاج الحبوب. فانا بصراحة حبيت جل صبار نفرتاري اكتر، فلما يخلص من عندي هرجع تاني اشتري جل صبار نفرتاري. تاني منتج يا بنات هكلمكم عنه هو غسول البشرة ده من لوريال، اللاين اللي بالهيلورونيك اسيد. حجمه 200 ملي، سعره 100 جنيه. فهو سعره كويس بالنسبة لحجمه، حجمه حلو قوي، قعد معايا فترة كويسة يعني، ولسه فاضل فيه كمان شوية. القوام بتاعه جل بينظف البشرة حلو جدا، ومكتوب عليه انه بينقي البشرة بعمق وكمان بينعمها، مناسب لجميع انواع البشرة. وده حقيقي لان انا بشرتي دهنية وكان بينظفها كويس من غير ما ينشفها. هتحس انه هو جل بس في نفس الوقت ناعم على البشرة مش بينشفها خالص، هيبقى مناسب للبشرة المختلطة وممكن كمان يبقى مناسب للبشرة الجافة. هو مكتوب عليه انه مناسب لجميع انواع البشرة حتى الحساسة. انا بشرتي بتتحسس جدا بسهولة، وهو ما عملش بصراحة اي حساسية في بشرتي، بالعكس يعني انا حسيت انه هو ناعم على البشرة وبينظفها كويس في نفس الوقت مش بينشفها. فالنتيجة بتاعته عجبتني جدا جدا جدا، ولما يخلص هرجع اكرره تاني. كمان سعره ما يعتبرش غالي، سعره كويس جدا. بعد كده يا بنات هكلمكم عن الصن سكرين ده من انفينيتي. الحماية بتاعته 50، سعره كان في حدود 75 أو 80، لان كان عليه اوفر 2 بسعر واحدة او واحدة بنص التمن، فانا اشتريت واحدة بنص التمن فسعره كان رخيص. حجمه 200 ملي، اشتريت اللي هو ميست. كنت فاكرة ان هو هيبقى مناسب للبشرة الدهنية وخفيف، بس بصراحة هو بيعرق البشرة الدهنية جدا. لو انت بشرتك دهنية فانت مش هتحبيه، لانه بيعرق البشرة شوية. هو فعلا انسب انواع صن سكرين مناسبة للبشرة الدهنية اللي هي بيبقى قوامها جل. ابعدي شوية عن الكريمات وعن حتى الميست اللي زي كده، بيبقى برضو بيعرق البشرة شوية حتى لو قوامه بيبقى خفيف على البشرة، بس هتلاحظ ان هو بيعرق بشرتك بسهولة جدا. فبصراحة ما عجبنيش لبشرة الوجه، بس لبشرة الجسم كان ممتاز جدا. الحماية بتاعته زي ما قلت لكم 50، فهو كويس خفيف على بشرة الجسم، مش بيعرق طبعا بشرة الجسم خالص، بشرتك بتمتصه بسهولة، مش بيسيب طبقة بيضة او دهنية على البشرة خالص، بالعكس هو خفيف جدا ومش هتحس ان انتي حاطة اي حاجة على بشرتك. بس للبشرة الدهنية، لبشرة الوجه زي ما قلت لكم بيعرق البشرة ومعجبنيش خالص. فانتي لو بشرتك مختلطة مايلة للجفاف او بشرتك جافة، فهو هيبقى كويس معاكي، لكن لو بشرتك دهنية زي مش هيبقى حلو قوي زي ما قلت لكم، لانه بيعرق البشرة جدا، ودي حاجة ممكن تعمل حبوب تحت الجلد، فمش هيبقى حلو خالص. حاولوا كمان لما تيجوا تشتروه تدوروا على صيدليات تكون عاملة عليه اوفرز، لان هو معظم الوقت اصلا بيبقى عليه عروض كتير جدا، فحاولوا ان انتوا تشتروه بسعر قليل. فده كان رأيي فيه. اخر منتج يا بنات هكلمكم عنه هو البنسينول جيل. زي ما في بنسينول كريم متعودين عليه، في كمان بنسينول جيل، بس مش بيبقى متوفر بسهولة. يعني انا دورت عليه شوية لحد ما لقيته، سعره كان في حدود 10 أو 13 جنيه. القوام بتاعه جيل خفيف جدا، فهو هيبقى مناسب للبشرة الدهنية. ريحة بتاعته بس صعبة شوية، ريحة بتاعته بالظبط عاملة زي ريحة كريمات ألام العظام لو انتوا عارفينها. هتحسي ان هو ريحته قوية كده زيهم شوية، بس هي مش بتقعد ثابتة على البشرة يعني شوية كتير،
ممكن ربع ساعة كده وتلاقيها ابتدت تختفي، بس لازم في الأول تستحملي ريحته شوية. هو خفيف على البشرة زي ما قلتلكوا، بيرطب البشرة كويس، مناسب طبعا للبشرة الدهنية أو المختلطة المايلة للدهنية، لكن لو البشرة جافة طبعا مش هيبقى مناسب ليها. الأحسن إن هي تستخدم الكريم بتاعه. فده آخر حاجة هكلمكم عنها، وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في قناتي علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة، واشوفكم على خير في فيديو جديد.